ثلاث مجموعات من اللاعبين تقسيمهم بهذا الشكل يوقفون. المجموعة الأولى خلفها مجموعة ومجموعة هناك زاوية النص الثاني من الملعب. أوقف عادي؟ إيه. تعرف تصيرين؟ خذ راحتك. تعال قلب. الحين شيء خليني أجيبها. إيه لو أي أحسن. لو صارت هنا. شوف. الحين. هذه مجموعة رقم واحد. هذه مجموعة رقم واحد. حفظتم؟ بهذا الشكل. أول ما توصل هذا يبدأ يطلع. ثلاث مجموعات. بعدين مجموعة أول ما توصل الأحمر يطلع. الأحمر ولا الأسود؟ الأحمر. الأحمر لأن الأسود صار مكان الأصفر. الأسود طلع أول شيء وصل. لا يعني ما أقصد إنهم يطلعون الأسود كله ولما يخلصونهم بعده يطلع الأحمر. إيه مجموعة واحدة. هم مجموعة واحدة. يجروا سوا. الأسود وين؟ هني صح؟ إيه. أول شيء يطلع يقتلهم. إيه. واقفين هذول. راح يركض يوصل هني. يبدأ الأسود. إيه. الأسود هذا وصل هني. إيه. تروح المجموعة. يوقف. إيه. يطلع الأسد. إيه. يوصل هني يوقف. إيه. يطلع الأحمر. يروح. يوصل هني عند الأسود. يبدأ الأسود يروح. يطلع وهكذا. يعني كم مجموعة؟ ثلاث مجموعات ولا مجموعة أربعة؟ ثلاث. وين أربعة؟ يعني هذه واحدة. لحظة يا دكتور. الزمن زي ما قلنا دكتور. معليش معليش لحظة. الآن لما يجي اللفة الأولى خلصت اللفة الثانية من هنا من اللي يطلع الأزرق ولا الأسود؟ ما خلاص صار الأزرق. الأسود. هنا صار الأزرق. الأزرق لف صار هنا. إيه كل واحد يجينا الثاني يطلع. أنت واقف. جاك تطلع انت بحن... احنا سوينا مجموعه لاعبين مجموعه اي مجموعه كل واحد يطلع لا كلهم كلهم كمجموعه كامله تطلع سهل جدا والله سهل بس يوصل مجموعه تطلع ايه كذا معلش هو ايش كثر قاعد يركض الحين نص 150 متر حلو نص ملعب ها بتقول لي ايش كثر يقطعها المسافه كم الزمن مو مهم جري سريع سريع هذا جري سريع جري سريع خطوه سريعه نص دقيقه مو مهم لا تحسب الوقت شوف الاداء زين انا بحسب المسافه المهم عندي المسافه الحين بس الاداء يكون قوي اداء اللي احنا قلنا 80% فتح خطوه سريعه وهي 90% اوكي هني 150 متر صح؟ كم دوره؟ يعني الأسود عشان يهني دوره صح؟ عشر دورتين ثلاثة أنا أريد عشر عشان يمكن يوصل 300 يدور خمس دورات كمجموعة يريح يدير مرة ثانية كم مرة؟ خمس هذا التمرين كم مرة؟ خمس دورات يسوي مرة ثانية. هذا التمرين يعطى في نهاية التمرين. نهاية التدريب. وليس قبل التدريب. ليش عادي؟ بعد مات اللاعب خلاص. ما تقدر تاخذ منه شيء ثاني. واضح لأنه مدة كم؟ خمس مرات؟ ها؟ خمس مرات يريح ويسوي مرة ثانية. يعني في مجموعة 10 10 يصير 3000. 150 خليه يسوي 10 مرات. لحظة قبل لا تكتب. لحظة. شباب عشان توصل المعلومه هذا التمرين 150 متر دوره كامله 300 متر يسوي خمس مرات ماشي 1500 متر يريح يسوي مره ثانيه طيب انت بتقول انا قلت ريح يسوي ممكن بس مره واحده مو
ممكن بس سويها مرة واحدة، مو شرط يسويها مرة ثانية. ممكن بس شنو اللي يقول يسويها مرة واحدة ولا مرتين؟ أنت اللي تقول شنو قاعد تعطيه قبله، شنو عطيته قبله، فهذا اللي في الآخر أنت تقول مرة ولا مرتين. أيوة. فهمت؟ أنا تعرف إنه مستوى اللياقة لسه. أيوة. يقدر. بس أنا عطيته مرة واحدة. هذا الأسبوع الثالث. أنا عطيته مرة واحدة. زين؟ أداء اللاعبين كان قوي جدا. أداءهم في التمرين. بس التمرين كان قوي قبله. عشان شيء عطيته مرة واحدة. أنا في اليوم الأول. طيب أنا ممكن. بس كله كورة كان. ممكن نتفاهم. لا ما قلت يوم أول. ما حدد. لا. ما حدد. لأن أعطيتك تمرين قبله.